19:59 الآن الوقت قد حان. بعد دقيقة سيداتي سادتي سوف نعرف من فاز. هو موجود في الطابق الأول من برج إيفل. ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو أو نيمار سيفوز بهذه الجائزة. من هؤلاء الثلاث سيختار أفضل لاعب في العالم سيداتي سادتي؟ الكرة الذهبية فرانس فوتبول 2017 يقدم إلى الكرة الذهبية فرانس فوتبول 2017 من نصيب كريستيانو رونالدو. ما هو إحساسك؟ سعيد، سعيد جدا. أنا أعرف أنك سعيد بتلقي هذه الجائزة أمام كل مدينة باريس. يا له من موقع. نعم، تجربة رائعة فعلا، لم أتوقع هذا بالمرة في الحقيقة. أدركت بأن الطقس سيكون باردا، لكن هذا لا يهم، التجربة تتحدث عن نفسها فعلا، أمر رائع. نحن فخورون جدا بتواجدك هنا وأنت تستحق ذلك. تعال معي، تفضل. بالتأكيد الطقس بارد جدا، أنت أتيت به من مدريد. Come on, Cristiano Ronaldo. كريستيانو رونالدو. It's better inside. بالتأكيد الأمور أفضل في الداخل. بالون دور الكرة الذهبية 2017 كريستيانو. كريستيانو، العديد من الضيوف الكبار وأسماء كبيرة جاءت إلى